سميناها الضريبة على الثروة كنجعلوها مقطوعة، في حين أننا إلى تبنينا اسم ضريبة على الأغنياء أو ضريبة من الأغنياء لصالح الفقراء، على الأقل كنجعلو هذيك الثروة في سياق وفي بيئة، لأن هذيك الثروة كونها هذاك الغني من داخل هذاك المجتمع الذي لعب فيه الفقير دور محفز ومراكم الطلب الداخلي والأمن الاجتماعي والقوة الاستهلاكية واليد العاملة. فاش كتحس على أنه إذا أدى ضريبة على هذا فإنما هو يؤديها أولا لنفسه، لأنه سيوفر شروط الحفاظ على الثروة دياله. إما إلا جبناها معزولة كتبان عقابية أو تحريضية أو إعادة إذكاء صراع طبقي، وإلا درناها ضريبة يؤديها الأغنياء بهذا الشكل هذا لصالح الفقراء كنعطوها هذاك البعد ديالها الاجتماعي والتضامني والمواطناتي إذا صح التعبير. نفس الشيء بالنسبة للإرث، وفيما يخص الحد الأعلى للأجور أنا كتجيني طبيعية، لأننا يجب أن نقدر ساعة العمل. ماشي طبيعي أنني نشوف جوج الموظفين واحد كيخدم بجوجهم كيخدم 8 السوايع، إلا أن الساعة ديال هذا رخيصة والساعة ديال هذاك ثمينة، وهذا كيجي يكرس فوتات الاجتماعية وكيجعل أي إصلاحات لا تلقى صدى.